عندي مضروب. التمثيل انواع. ايوه التمثيل لما تكون على خشبه المسرح زي كنت تسوي قبل شويه قبل الفقره، في اداء تمثيلي قاعد يصير، الحلو فيه انه بيكون في صدق، في خلي الروح في صدق، صدق في المشاعر، صدق في الاحاسيس، صدق في الكلام اللي قاعد ينقال، هذه بتخلي الرساله توصل بسرعه، هذا شيء بيخليك على المسرح. لكن قدام الكاميرا قدام التلفزيون اقدر اتصنع وبيبان انه شيء عادي، يعني اقدر اتكلم معاكم بطريقه، لان التركيز على الكاميرا بيكون ماخذ الوجه، عكس ما يكون على المسرح ماخذ الجسم كامل والمحيط اللي حوالي كامل. فلازم اكون فيه صادق واكون فيه بادي باداء مخلص على اساس يكون كل شيء واضح. لكن لو انا قاعد امثل على خشبه المسرح وقاعد اتكلم معاكم كاني اتكلم في برنامج تلفزيوني، قاعد اتكلم معاكم بالطريقه هذه عشان انا بطلع قدام التلفزيون، ما انتوا طفشتوا وانا نفسي ماني صادق معاكم وانا اتكلم، بيكون الوضع مره ممل. صح؟ طفشتوا من الجملتين هذه اللي انا قلتها. لا ايوه لغه الجسد هي تقدر تتحرك تاخذ راحتك، فانت لازم تكون مبالغ في ادائك التمثيلي لما تكون على خشبه المسرح. النوع الثاني اللي هو او الثالث التمثيل الاذاعي. لما اجي امثل بالاذاعه ما حد بيشوف وجهي، بيعرفوا صوتي، فانا لازم اقعد الون في الصوت. على المسرح انت حتستخدم الثلاث انواع هذه كلها، صوت وحركه وصوره. صوت وحركه وصوره، صوت حيكون مع ادائك الصوتي، صوره حيكون مع حركتك كيف تروح وترجع، واللي هو الحركه اللي لا الحركه قلنا الحركه والصوره تعابير الوجه، والصوت اللي هو كيف يطلع معك الصوت وينزل. فهذه كلها لازم تكون انت متمكن منها وعارفها وانت تمثل على خشبه المسرح. حلو؟ طيب ايش سؤالك كان قبل شويه؟ يقيمون اقل اداء. اي احنا نعطيكم نصوص. طيب لو جاء واحد ممثل في المجموعه، اعطيناكم النص فيه له 7 شخصيات وفي واحد من الممثلين ما عنده الا جمله واحده بس بيقولها، هو خايف على انه ما يطلع بشكل كويس، ايش المفروض نسوي معه؟ يا انه يقدر يضيف من عنده شيء يخلي الجمله حقته تكون كويسه، او انه اداؤه يخلي الجمله هذه اللي تطلع معاه تطلع بشكل واضح وبشكل كويس، او انه بدون ما يتكلم يوصل الرساله والهدف من هذه الشخصيه. فهي تعتمد على الممثل اللي بيمثل. يعني في ممثلين كثير مروا علينا ما نسمع صوتهم، بس بأدائهم الحركي وبأدائهم التعبيري بيكون وصل لنا الإحساس اللي بيقدمه لنا. فهي تعتمد على الممثل نفسه، ما تعتمد على النص ولا تعتمد على الكلام، تعتمد على أنت ايش اللي بتسويه. في نوع من أنواع المسرح اللي هو الارتجال. الارتجال هذا مو أنه أجي ارتجل بسرعة في ساعتها وأطلع الكلام وخلاص، لا، الارتجال يكون متفق عليه. أجي ما عندي نص مكتوب بس عندي فكرة، فابدا ارتجل الكلام اللي بيطلع، ابدا ارتجل ايش الشخصيات اللي تكون. خلال ساعه اكون كونت مشهد انا والمجموعه اللي معاي، بنطلع نمثله، بنطلع نرتجله. هذا نوع من انواع الارتجال. وفي الارتجال اللي يكون خلال دقيقه تقدر تطلعه، هذا نوع من انواع المسرح اللي الممثل القوي يقدر يسويه. هذا ما تقدر توصل له بسهوله غير بعد تمرين، غير بعد تجارب، بعد ظهور على المسرح مره كثير. اللي احنا حنستخدمه مع بعض حنوزع نصوص مسرحية. حيوزعوا لكم اياها المعدين، راح يعطوا لكم اياها نصوص، 3 نصوص. ايش ما عجبك ايش؟ النص ولا ما عجبك الدور؟ الدور ما عجبك؟ تقدر مع الشباب تقدر